الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حشر كان واكي بقول لحدن يتضباد يكمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كتاب المنثورات والملح بين كسوة الرين باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. وحين أدن بي حديث كي كساب سنة صلاة يا أيمد وقف كي قفان إيا قاب كي لوحل لها. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى إلى وحيجري: كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحاتهين أما أهاتين مسلمين يدد أدونك الله سوصار ددك أخير بطناء. قال: خير الناس للناس دتك أغرهم يأتون بهم في السلاسل في عناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. نبي عليه الصلاة والسلام وحوري: خير الناس للناس دتك أغرهم أخير بدن وحاوي الذين يأتون بهم في السلاسل كوا دتك كوكينا هي سلسلة. السلاسل جمع سلسلة وحرق برتي القنطة القورطة لسكوك حروي في عناق يودومه قرط أي كتيران كرك أي كتير حتى يدخلوا إلى إجلام في الإسلام. إسلام كإجلام يعني محله لقيت هذا ولقوا هذا حديث كحلقوا هذا مسلمين تا وحأو خير بدن ضد كهل جم جهادا قال هذا نسوق قبته أسر كسمية أيوة محبيس كينا محبيس إلى إلهي سبحانه وتعالى وقدم إسلام كوم عنانية وإسلامية وإسلامية إسلام أيوة مرك قورته حرقه وجهره إن لدلو أما الله أدنصده أما من يفيد الغسم أيه لدونه يبقى إسلامية سلسلة دي سوق بشيء وحساب وقولنا قونا إسحاقين أي مرك كنا جلا مرك روح وحمودي ونجيب كيسيها أما باب إيزيها أيه بكوب بعدها يا وجنة كهلا هي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله إلى وحلي أبا من قوم قل يدخلون الجنة جنة كجلها في السلاسل سلسلة يحركي وكح جنة جلها هي. رواهما البخاري لبذا حديث كي هوري كندم بابا بخاري باورش معناه لبذا حديث واسكم معناه وحلقه وذا يؤسرون تتكاسي والله سوق فالا ويقيدون والله كتيندا والله حدحدي ثم يسلمون كدب إسلام أيان وفيدخلون الجنة جنة جليان سوق بشذي يحرحل دي باصاب أوقع مقام محبوس يا أسير مسلمين سوق بتن حلق النبي محمد يحلق خلفاء ضبا وصداقو إسلامي مرك حرقو يا دقالكو دم بوضتك وياهاي مسلمين تأي غير كودبا. وعنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله وضمض إليك وجه عليها. أحب البلاد يا أحب البقاع رواية كل حديث كعدي جوابها الرب وجه عليها مساجدها وأميلها اللي قلت كذا بيود إلهية. وأبغض البلاد وأبغض البقاع قوبها يرلك قيبه سمش إلى يقول عبي هين إلى الله إلا وين حقيسة أسواقها ميلها سوق ويوى جمع سوق. رواه مسلم سبب كسوق إلهي سبحانه وتعالى وين عبي هاي أما أن لوتش علينا ويعدان دونت. أما بيتك يمساجد إلهي دوا قوب إلهي سبحانه وتعالى لا وقفي أسأل اللي قلت عابده توحيدي وانا اللي قبته حما كعاقا إله اللي قد وادوه. أما سوق محقوح أيضي حديثا سوسع تاكو تسيسة. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من قوله أسرع هذا الكيس موقوف سلمان الفارسي وحورنشري: لا تكونن هنقون أرددي سيرقى تابعين وحورنشري لا تكونن هنقون إن استطعت هداد أوده أول من يدخل السوق قفك أهري سوق قال هنقون هداد أوده سوق روح أهري كوك الله إيه دح استاغ هنقون ولا آخرا من يخرج منها تدك كصبح يكأدن بيان هنقون فإنها سوق معركة الشيطان. شيطان ماشي كود دقال موي تدك كأفيو بنت اللقو شيقو الربط اللقو بنيست إيه لقو دنباب إيه لقو حد كدبو إلهي بين لقو دارتو ومال دبادن. وبها سوقنا أي ينصب رايته على كيسك قتمياه ما يشوف الشيطان كتلي بندريد سك على وسنتهاي كرسي قوية لبوا سوق أحد كأضم بينها النقون يا كصبحة أحد كهرية قالنا النقون هلا جاقه الرجيو إذن بلا اللقمات ضم بيو
لومنا هور أركان ليدي سداس وي رواه مسلم ورواه البرقاني أبو بكر البرقاني بحديث كورية في صحيحه الجمع بين صحيحين بوليه هاي كتاب مستخرج على صحيحين وهذا قيام بذن بوليه عن سلمان الفارسي بكورية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن هنقن إذن حديث كموقوف كأها عند مسلم وصوى موقوفه كورية الإمام مسلم أبو بكر البرقاني أصوى مرفوع ورية إذن هذا النبي محمد بن صحابي وكفت وأهان وشيغي مرنقوا الرفعيه وانت قوي لا تكون هنقول سلمان اولا من يدخل السوق احد كوه الري سوق قال لي سيلده ولا اخرا من يخرج منها تلك كصب حكى ودن بينها النقن فبها عفوا فيها ام في السوق سوق قدهيزه اي باض الشيطان والشيطان هوكما دكته باض ومن التبييض والبيض مركوا وكنوي وكالكا سوقكما دلا ووحيسي وفرق وكنت انا وكنت اللعصده تفريقه ومرك وكنت انت سيدك دمادو قلبته اي دلعده شي مشي من كسو بخده اي علمه كسو بخا ليده فيها بعض الشيطان الشيطان سوق كوكما دلا او كمي سدغتا وفرق وكما انا كنت اللعصده او كعصده هلكاس وحو شيس كو كرسده وا حرش ما لو لغا ودا مشو وا حرش شيطان معنى حرش شيطان نقطة دنبغا كبدن حمها كبدن خيانتها كبدن دغرتها كبدن دراغسكا لغو ايبيا خمرا لغو ايبيا حمى لغو ايبيا ربو دن ومال افمش دن تبانا قشي مركا ادنا اسكو الالي كان شقيسو لكن روح اوه الرياء قالنا هنقون روح او دنبيا كسو بحنا هنقون عن عاصم الاحول عاصم سليمان الاحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال قلت لرسول الله رسولك له حانكوري يا رسول الله رسولك له يو غفر الله لك الله كودا بدافان لي رسولك له سيدا كوري قال سبحانه وحوري ولك اظن الله كودا بدافو ويوقف شي مركا عبد الله بن سرجس مربى النبي قد حي وحور راهين هي وي قال عاصم وحوري انه النبي وانه دعي كل جنب روح سن ادعين مجره ملائكته وانه دعي سي نبي الله إبراهيم بينو دعي نبي نوح بينو دعي صوبرها ينو دعي وينو تلمامي دونا إن شاء الله عاصم الأحول وحوي له تابعي حديثك كقادان يا صحابي عبد الله بن سرجس فقلت له وحان كؤري صحابي حديثك إيت بن عبد الله بن سرجس استغفر لك رسول الله رسول كلام يا دم بداف ربك ويدي عبد الله يو نبي إله مياك غفر الله لك قال نعم بور ها ويدعي النبي ولك أدغنا وكود عاصمة أدغ عاصمة أنا وكود عيي ثم تلا وحو أخري سحابي هذه الآية آياتنا أخري سحابي عبد الله بن سجد فقه الصحابة كتب سيسا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رواه مسلم مسلم بحديث كورية حو صحابي وكوضا إلهي سبحانه وتعالى النبي يسب وحو أمري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لغير وللمؤمنين والمؤمنات أنت كرميسي لبك أنت كرميسي لدي قانا دم بداف اللوي ديبا صوبنا لغير أمر كان ربك النبي وقوف ليوي مر هذا عاصم ومسلم تاي أنت ندي النبي سوق قاعدي يا انت الى قيام الساعه ايمان دون تبا النبي وا ادعيه دمنا رب وا ويديه ما يلي الهي با امر سبحانه وتعالى النبي امر كان النبي انه فوليه وا وخ لهوب النبي وا هبال انه امر كا فوليه او يري اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يوحي لها المال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب انبياء اورنجرتي كلي ما اذا عموم كاس المؤمنين والمؤمنات كثيرة يا أمر كان النبي قال فري إنه فلي بو صحابي إنه شيء يا عاصمنا دوا مسلمين تكمد هاي سدا سوح أولى هاي النبي قد نبدأ فرب وكوي دي مركا هل أجاد مركا أنبياء ملائكة رسوشة أيا نحريس تلقى برتا ده كان مسلمين تنا أودن قاتو أو دنبدأ فرب وكوي دي سو أدوانا جودة شعلاتو وحي آد أودي تبرتا الله قبان كرتو يا لدوني ملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به مع دبيال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة وعلما
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة بني أد عنس حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قف كستو مسلم والنبي الرعو الرميي مالك النبي الله صدر إلى أدونك اللقر رغيه ومؤمنون تأكد أمان هيان دعا ملاقيت بقباه دم بالداف كاس إلهي نووي الدين نبي الله نوح با إلهي نوب بريي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي إله أن يعيداف ولوالدي لوالدي أشعر داف ولمن دخل بيتي قرية روقف كسوق علي إسلامي أرداف أما قرية خاص كما كعامك وللمؤمنين والمؤمنات. ودعاء النبي نبي الله نوح أمته ورنبه ودعي وحي إسلامنا نبي الله إبراهيم أبو التوحيد سورة إبراهيم يسوى قبط مسي حجر بأيهايد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نبي محمدنا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن ملائكتان حريستا لقبرتا ونبي نوح بلقبرتا ونبي الله إبراهيم بلقبرتا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد لقبرتا لقد قعناها تاقي سيكيلي قانو اسكو كوبيني مسلمين تم يلقستو يكود بيهين دم بداف هو يدي وإلهي أبري ونحريس إلهي وقبري قلب إيا قالب ونحريسو ساسا لدوني روح مسلمك لقدوني. رواه مسلم عن ابي مسعود الانصاري قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ان مما ادرك الناس ضدك وحي سوها ليلين اي حفظين اي قبتين اي قايبين وحاكمدا ومن كلام النبوه الاولى نبي النمذ هذا الكيدي حكمه اذا لم تستحيها ددن حشونين فاصنع ما شئت وحد تصمه شد قد كارد لما هذا وحد أن تتصمين ويا معنى هذا وجود اعملوا ما شئتم وكلك لم يتوا تهديد سيد الراجح اللو بدن يعني روح هذا حشوتك كائد لا هذا حشوتك كارد لما هذا وحد أن تصم يا ضمير يا دقاق بور نقضاو وحد كسر ريجن مجرو معناه سال لقوا ضايع ما ها إن لقوف الصحة هايو وهذا أنا فقه بكلام كلام بحنا وحيد هذا وحوي شيء قد تصمين يسيء كل قاقيسو أفي أدن واحد صمين يسو كفيري هدي الكير حشون أما لقو أركا أسلي هذا هاي هو دوانين هدي شيء قه إن لقو أركيو إن لقو أركن أي كوس منتهم وح لقى خش لقوس أنا هاي نصميوي هو بحكم شد وح البوت صمين يسو مسلمو كفير سو وح لقى خش له هدوية أما دتك قاركين أي كوار كان أضرب سنة يسو الله إسكب الداعي هذا أن بناء آدم كشريح سنة وحون كحشون ماشى فربا كوك جذني وحا كيف قوي فربا كوك جذني إسكا كيف قوي هدي آدم شيء إسكا شيء إسكا عادة ويه برا اللي أوصى من كرتوا هدي وذات كوار كي هدي وال كوار كي هدي وال كوار كبا آن نبلو أركينين سماوي إذا شيء قد كنا قابض وحكو حرنت هاي شيء لقى سر يكتهدو يا هاي سر يساق منها سمايني وحن لقى السريقين إن هدوية هاي سيريا ساغنا وكوفة سحانيا وأنها الكاسي كلبحين لكن معناها وراء اللو بدن ياهي المهم حشوتكو أسقى إيمانا حشوتكو نوحومه لقى سريقته وناقو لبيك صدو للراديو ويا يعني شيء قاو حنا بيقولوا شيء حشوتكو إنو قيمة يقايلية شريعة من أبينا آدم إلى قيام الساعة وشيء قيمة بدن ويا أنبياء ورنب يسكون راعين وأصل الدين وأصل من أصول الدين الكلية وحيبها واوين أنبياء وداقين ديمودو حشود كاكمدة مر والبوء أمانا ووناكسين يهي وانا دحالك أنبيض الله يهلي وحي مر بهدد حشونين هدي أدوغو قالوا لقو داية كفور دافوي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس شيء أهر رياضتك لقوك الحكومية لقوك لبحشو يوم القيامة مالك آخر وحوي في الدماء ديقة وحي ديقة لك لدات شيء وحي الله يسدلي وحي الله فلا يسجبي عرضي قام مسلمين تي دي قود وحي دي بدو قيسة تيبا حكم كأوه الرئياء وحي داتك نحو ذا قصة بسنوي آذيقا وحكو قصة بسنة وواجبات كذا أنا وصلاة
حق إخلاص كذي صدق هذا وح مك الله الله أبتنا ومسألة الإخلاص والصدق مع الله وإنك زوم الرئي مجاهد كمرايقها ديقس كمرايقها عالم كمرايق وح كل عاي ضدك أهري نار تلقوش هذا ينجيهن أيها الله رحساب دون مرك هوله ويكدوينهن هذه يا الله وحي أدحية صلاة هذا إيو دا عدنمة كذا أهري وح لقوه حسابه حقوق بن آدم كان ليجي عرض لقوه الرئي متفق عليه مرك حد جذب كاسك إلى لي بريان تم تي سوشيال ميديا بلا يلا برتي يا حد جذب ملك استتاجين يا هاي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هي وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة والنبي يقول الملائكة حلقة أبوري من نور إفتين إليس بلقة أبوري وخلق الجان أي الجن جن كانوا حلقة أبوري من مارج أول البلقة أبوري من نار ضبلقة كأهاب مارج هو أول الكعض يقيق مك إزقلان وضبك السير أدق أول الهيو أي مارج كالليل هذا واللهب وأول وكل هاي هاي قيق يمذو وطه وخلق الجان خير درهدا ضب الله كان سيدي سبا ضب ولي بسافيه دون نقول وحبا كسوها الله هاي وضبق قم ملين يهيو يمذو إيو عطر قم بلانتا مما رجن أول المذوبة لقى أبو روح من نار ضبك هذا هذا إذن الشيطان يجن وقونه ملايكة النور يفتن بلقى أبو روح وخلق آدم أبيهن آدم نوحى لقى أبو روح مما وصف لكم وحد الله يدين تلمامي وقرآن كالله يدين كتلمامي عرى لقى أبو روح كدب نبيه ينتي لغوقة صدوبة نقطي شلي سبب الدشي مركض دمان نفلق قليل رواه مسلم إذن أصول بن آدم كي مخلوقات كقيابك مثل لغوشة وحي جنة ضب كسو جيدان وحي ملائكة نور بكسو جيدان وحي بشري بن آدم عري عيد بكسو جيدان مركض دمبرة ترنكود بيا لو بدلو وكا اي كترمان رقي دمر اسكو تغي وكون يبي الا اسكو ملاي وعنها رضي الله تعالى عنها قالت اذا مركا ورك دروين ندريدي سي بختي سي اسكولات كلي دين كدغي جيره كو سوماليا كو هلكن عرت لو لغي وا غالنمو وا دين لان ددكو اصل كاسو كيميت سيدي لو سوداي وحالا دلوما لا سومر دلوما سوتاي دان يري نقوت دان يري با سوداي غوريلا نوقدي اي شامبال بالغمها لونها يمها شمبازي سي لو دعو ضد بان نقطتين وحاس ور قالوي كتاب كان ربك يبي خلاف سنتاي سنة النبي يبي خلاف سنتاي اجماع اهل الاسلام بي خلاف سنتاي انك لو اركو دقل كال قرد هيا ما اها انو ادونك كنا ما استاهلو وفضرو وفضرو بي حبا خربا وي وهولي وان لقويو فرتا طيطا خاطرت ويان حال محيزم هيا شرك كان اي افينيس ويلاكا هيا intoo dhan ba khatar noqotay intay kaliya u dhicin iyo sanbabada ayada la kacaayaan binaadunku waa sidaas oo kale ki aafooba inta ummada aafaynin waxa loo dirhaya meeli binaadun lagu asturi jiray waadi tabar loo helo wa ana radiyallahu ta'ala ana qalat kana khuluqu nabiyillah nabi muhammad daqan kiisu wuxuu ayaa dabeecadiisu alquraan kitabka quraanka rawahu muslim fi jumlati hadith tawil hadith dheer تضوب كيبان كسو قاديب وإمامك كولي يا هاي يعني أنت أنا نقا خصيص نبي محمد دقن كسي ميا دون ويدن بأي بدن لويد عايشة لويد نبي محمد دقن كسي نوت المام بأي صحابة بدن تابعين فر بدن أرنجرين ورقي رراء صحابة رراء كان خلقه القرآن كتاب القرآن كمتقن ها قرآن كوحي وشيغيب النبي قواها وحي إلهي كهر يجين وكف قادي وحي وناك إردقنا إقوانما القرآن كتلبانه وكدق مجري سيداس النبي قواها قرآن سعودوها حكا دقنك إذا هو تلمان نبي محمد الله تلمام الروح يقول تلمام أقوي عايش لأنه النبي يقول حكتي سأحد عايش كي يقان يمتشر وأجد به معلم وأرضي ومعلم كيسميهم بيقول كذا وهي عايش نبي محمد دقن كيسي بيجلط دام والبيت دق سنمدي طلقات كي علمي ضد نمدي عايش وحيسوب بده شيء صورة متلي سنة نبي محمد دقن كيسي وحبضنا وكمدة وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب إذن كنا داتي مسلمين ودليل النبي محمد بانو شعر الله ون رعني ون شمني وإن رقم كسي لدنكو أركو من أحب لقاء الله إله إلا كولا كيسك أحد كي شعر هذا أحب الله اللقاء وما كي نفط بحيسو ما كي نفط كادر إزاء الدنيا وركيد وصوئد لاده آخرنا أجهيستو لقو دول فرديو باشو لقها سوء قاعدو حلقا سالة كالبحي نينك إلهي أكتيسا وحدكتين الله إسكوها اللينو إنه يقدر يرتوش علام بأ
ودبك أدونك ودافو آخرنا وحي إلهي وطلق عليه وناقا ولكل مو نينك يسكوك وحمانا وحاوي قيردو آد وقع عبسا مر جانس مالغسيو دم مالغو عليو نف بحالك الديدية أو شو هؤلاء أدقوي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلهي نواج علاني ومن كره لقاء الله إلهي لكولا كيس الروحي كهذير بالصدانة عند الموت والاحتضار كره الله لقاءه فقلت بعد أهل السير والمغازي وكتب التفسير وحي شيء سنة صغان مار لكن وقسل السجر عجيبة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركم ملكم موت نفطه وكقى هذا وسود اللي ملكم موت وحي كهر حلق نبي إبراهيم إلى نبي الله موسى ستوس وإيمان جري إذن قال لدينا أسطورين موين وسودك يا حساب تسوق رجب كله وأسأر كيسان ملك الموت هاوش هذا لدينا أسطورين الذين كقرها إذن كان أركين ما هاين كفل كفل بل سوء أركي شري ما هذا هاي وذا هو نقر حسن باتها قرعة دقيقة قرد ما إنت كاتشي لا باش صاصة إسكاء هاي وحل سوق رهي مجرد نبي الله إبراهيم بمركب ملك الموت حلقي مركب لقرب السود دقي وايب حوري إبراهيم الخليل وحانو إمد ما أنتين عن لور يقال نفط دور أن كاقاده مركب السود ملك الموت وما أرقتي وهل الخليل يميت خليله بوري إلهي سبحانه وتعالى خليل بيقدر أن خليل كسبان هاي قعلك وقعلكي نفط ما كاقاده بمد لا بوري سؤال هذا أبو إبراهيم ويديي ملك الموت ملك الموت هو ملك هذا أمر قصعه إلهي بالله الله إلهي حوله دونك هذه سيدا سوري محاكا جوابه وعلى كل هذا أبا الله يجي ومر ومتى رأيت خليلا يكره لقاء خليله إبراهيم وحاد كل هذا قور ماذا أركتي صاحب صاحب كين نعبن الله كلمه وذي وذي نعبين وأركا قور ما دركتي سو خليل الرحمن متى ذا محظوظ كهون الزين هذا إتماده خليل خليل كادو أو وذي كادو الله سبحانه وتعالى إبراهيم وحوله الآن بريح الخفاء إبراهيم وركو هذا عضاد يقدر يريبور ديار بنا مركا وان صباي أنت من برهادين هاي ماشان عن كوسع هذا وحي جوه الرئي أنا قرآن سنة ربي هذا سرت إيزي يقدر يري نفسش القضية ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وحين كل حرام تهاي إسكوها الله ينتاظو غرور ينكان نقوني رسيد كآت لقاتي مقا حياداتك توحادو حعنا وحود البنك الوبو ورصدات وحي كتيرة ما تمي سماه كيف كالات كو حساب تمي هذا شنب قولو شنو وضعتم مقا حلو صنفري سبحان الله هاي كوب شاو استرونك أيوه حبت مداسي ما تمي سماه هذا يلا بدو كم كوك جارسين تاينا هاف بريزي يحط البنا يسا يكوب عانا ي شب عد هي اللي بحوز كده يسا نين والبو حكو حساب تما هي كيف كيسا إسكو هلا أنت آخرنا وحكو حران تاي وأسكو ورقبنا هاي نين والبا وحو إسلي يا هاي وأظهر مرصتوي والله جا أقبلي جواد يقوم في دلود يبيت اللي يدي جح مساد وحيد تري قب إيه هو يتسمه به اسمه بي سمعت رقم حيولها يعني مساعد كنو سنشيحين أساس كيسا وسن دلاعين قف أن ولي جيزني سنين برهدين جرين ولي أن سنين سن معصيين سوء أردالين سوء أردالين يرين مالها سوء بدبودين قل يو سمعت مركو حيدم عين مساعد أي تشيح ذا ملتو لا رقب على الأحمر نين يصحبوا مساعد كتشحال لقوها يعني هاوينكي باب حالي هاوينكي هبلة هبلة أقول روني وذات هبلة إسلام ركام صلاة بالوضوء أسكو وردوه أسك أهل وخيرة وقال واحد بدن لهين نبي أسكا هاي ذكرنا يسال أسكا تصبح وين يا لي بالهبلة يا الله هرك أقول روني قم في دبال لودي ماشي بيتميت ويتورتو حسمه وحي تلعت كلب لودي بقى ألمي وحاوي أسكو هاللين تاضو أسكو هاللين إلهي وحيكو حرانت هاي وحاز لي هذا هاي وأظهر مرصات الجانس بعد هاي ستان تذكفتن كب حضان يقصر لك جانس كذا هاي ستان كفاية ديست شغو النبي يقول عليه الصلاة والسلام ليس عفوا فقلت عن يا رسول الله رسولك الله يو صحابي عايشوا عايشوا وحيجري النبي الله أكراهية الموت
فكلنا نكره الموت بجري هو إذا وحيقة أتي إلهي نينك لكلن كيسد بصدا علنا وورد بصنايا نينك كلن كالله شعلان علنا وورد شعلان يا حب جان يكره هذا نتي طبيعي جاهيد غريز جاهيد نيتا تامها روح والبؤ مسلم يا غير مسلم بجريدة ولا بصنايا وخوف كان وخوف طبيعي أنبياء النحضة أولياء يا حقود فرق النحضة أو شو بدن طاي فوجس في نفسه خيفة موسى خوف طبيعي جاه أي حقود ديت مدى النفط أي ديت يسوع إيه إلهي نقول أبو لقمه الله حلقه الله يا مدى اختياري جاه يقول لسان أساس أظهر مرستي أم حمانة أم الصمانة وحدنا لو أكراهية الموت مجيري ذا لبس كذا نعبس كذا لقمه الله يا فكلنا نكره الموت نبي الله نقول بجيري والنعبي هاي قانح ليس كذا سدى ما ولكن المؤمن روح مؤمنك إذا بشر ما كان لو بشارة برحمة الله ورضوانه قال الله بشارة وعند الموت بكل ما نهي إلهي نحريسي ريليس ما كان لو بشارة يا وجنة جنة إلهي أحب لقاء الله إلهي لكل كسوت شعلانية نفطون يقدر يرتو شعلانية فأحب الله لقاءه إلهي نوح شعلان إن الله كل ما دون كساه عابدي وناك سناء في عناء وإن الكافر قالكم إذا بشر ما كان لو بشارة ملائكة العذاب يقول بشارة سبي عذاب الله إلهي عذاب كسي وسقطي عرضي سكريا وحكونيا لقاء الله إلهي لكل كسي نفطني كدر يرتقونيا وكره الله لقاءه إلهي نوحر بسنيا ونعها أسأل لكل كسي لأني أحد لي تويه رواه مسلم. إذن والبداية تدل على النهاية وهي صدق هذا نعوني دو سنسان كذا قرتاوي مركنين والبميشو قدام بين وحلقة قرانا يا عمل كيزة نبقى ينوشي اعملوا فكل ميسر لما خلق له دادالا نو والبوحو كبير شبان وحي قال انكو اقود عي شقيئي سعيد كدونها هذا عن أم المنى رضي الله تعالى صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت هو إذن وحيد جري صفية وصندك تضبط نبقى أقول سدي صندك كنت نادي هجرنا الدمات آدو عمر ذي سنة كنت هذه هجرة أي جيريوتي قال وحيت كان النبي نبي قحوها معتكفا مد كنجي مساعد كك اعتكافا يكونجا ذي أو إلهي كعبدوي بالرمضان بأيد إنه رمضان كي قدم بين نبي وصوم إهابا أنا الله تلمامي فأتيته نبي قانو إمام بتر صفيو أزوره الليل هبين ما أنا بوقانية رواد كحديث كعدية كل جد ما يسنا هاي دمر كنا محمد ورم بهبين كأوي نبي صوب بوقي عبار بيلتشوغين مدول بدن تيدي كادش نبو عبار وشكي كدب وي دريرين انتو ذاك اللي غريو هودو مسادك افاف كيسي كو يالين مسادك درس لاهين سيده غريان ادين كو دغيون كلي اهاين كل غود لكن صفيه وحيد دغنيد ميل خوغو كدرو سمسادك ونا موقته بي دغنيد اون كفغي سيده غريغاس او كلي اي جيرتي ريده غريو كو يالا بيميو اها او كلي جيرتي أيضا مركب مركب يدعون إليها وينك لك عضو وإن راعضو نبي قولي سكا هذا هو كهد حابن حجر وحوك رواية الماما أيضا مركب رأينا يصود هذا ويسن هوينك لسعون كسير ده نبي مركب وحور ربع عدالة درتيد إنا أين اللي تشوكتو وشكي إنتي أيضا مركب كالك سهرية هل كاسي هو شو مريس يدين كورها حسابي كرو رمبات يدكو إيه حاني سمحك الإسكتاي فأتيت أزوره ليلا هبين ما نبقنا يا نؤمد فحدثته ونشك النبي والله ساو ثم قمت وان استاقي لأن قلب سان الله بتنقري أوقدمه فقام معي نبي محمد بإلى استاقي ليقلبني سوء سقوتي وقرق يقسمه حلق نبي استاقي وقال إحنا يدور شروي وأوائيل وأوضي نبي عليه الصلاة والسلام صفيانا وقبرا لباتن قارنو يروي نبي عليه الصلاة والسلام أصوغ أفرتنجير الرسول لقد قال الله دراي صدح يطلون سنون أمد الدين كوي يري أصوغ مكجوغ مكجور بو أمرك سويجر وذي كنتن يصدح تضبط سنو خيبر قدر لحذن جر أصوغ أو قرس دي سفي سنة قدن بيسي بين نبي اعتكافي حلي كان هذا يكاه الله يسو واللحن اللي بتشير مكامل لحن يكون لحن يكون نبي بتشير واجيل وضيوي حس قلت لي يوم عاقب يروي
وقبري يروي وقري يدنا أمه المساتك هوينكم هداد وين تايد داير طيب احترامي قدرين بيكار ربان الله قبري يربا تورس كسعو تصبح بانسي وضن هيا موانك سنو حقوق قورس بيواركيان درابط بيواركيان هذا يرتاي هذا وين تايبا حق بيقول هذا هاي هذا ولي كيديا هذا زوج كيديا هذا قعل كيديا هذا أودي كيديا وإن أمه جسو احترام يقدرين بلغا دوناي لابد روح حكومة جوغان قدرين احترام رقو إلا أمانا واربان إلا قدرين واربان انت أضربتان الدمر كوي رمان الله سعودة هذا من أمام حبا دينكو كفي عندي حق الدمر كوانا جنتو هذا لحدن جري اعتكاف هاي وهبين نمجوغا قبل يسوي صوب وقطيب النبي سوغو الثانية كعي سادك كبح يريدي استاغي إلى أقول هذا قسمي ساسا الذين كدوني فمر الرجلان لو أن نبا صومر من الأنصار أنصار بان نبي قصو بحسوغ صفي الله السعودة دمر كان تغي الإمام على أودي بن عطار في شرح العمدة وحكوش إن لبدأ أن آيان أسيد بن حضيري عباد بن بشرين حافتنا وحوية رواية عضي سماء رقي شيخ أم باكو اجتهادي لبدا سحابي لبنو أنصاريات بان نبي قصوهم مري فلما رأي النبي النبي قول الله سعوده هويني مركي أركين أسرعات الله بدي بي بوبين وادك دقين فقال صلى الله عليه وسلم وحوية على رسلك ورترتيبتين وركات سدا ترتيب بل رواية كانوا حشيقي سأين يد النقدين ويدبوا النقدين مركي النبي قول هويني الله سعوده أركين النبي قول وكخش لك بقين بيدبوا النقدين دبت لا بد أبوا أمهرة وبحق إنها صفية بنت حيي وصفية بنت حيي حاس كيوي أفكل مجرته آية رسك سعى ترتيب صدى فقال واحد سبحان الله يا رسول الله نبي الله وعلى عيد كه فني ما أذن كتوه منا ما أذن حمان كتوه منا رواية قال وكبر عليهما إرجاسا كل عصلاضي والنبي يقول لي ترتيب أسرع ذا وحاس كيوي حيل صعته وفي رواية يا رسول الله يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا نبي الله وحن خير أهين ميان كافلين أما أنك قلتهم إنا محاطثان نوت شيري نبي الله فقال نبي وحور إن الشيطان ما يحمان دينكم أغي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان وحوق القراء محولا حق ابن آدم حق إيسا ليكم حيضهم مروح لي بعد نبي وحور جيدا شيطانك آد بي أغس سهلان تددك إنو عافيه قلبك وحمان قطوره شك قليه تم أدقاتا وإني خشيت أنه حانك بقي أن يقذف إنو طوره في قلوبكما وكقر شرا تهمه أو مسقان بحور شيئا وحون تهمه نبي وحمان لقود تهمانا قال لموي نبي وحور مكحدك شرحي حافظكم بسوق قوريي مسلمين توحكو إجماعين نبي محمد ملح لوقا وقال لمو إساءة ظن برسول الله وكفر بإجماع المسلمين نبي محمد ملح الله حمايه وملح الله قاده قلتهمه وحمان لقدتهمه إخيانه وقالمه نبي مركع يقول كجارة انت شيطان قلبي وحكو طوري لها أي نبي قول ما يوحاس كيجي استرتيبي متفق عليه مجلس كي ابن عيينة والله فديا ابن عيينة وحول حديث كان معاني سئي معاده شافع فده وحول وعدي هايو نبي أيوه أبقي سوسم أبقينا أيوه أبقي معايا إلي هذي نبي قال تهم يا ملح أقاله وكو قالوا بيا روح المسلم كانوا حواجب وصارا رسولك رسولك أم بي مسلمين تبا إن ضدك مسلمين تأي كإلاليا وحد بات أكيني كرامة إنارك قال كرام متفق عليه حديث كان معاني بدن بأكو جرة معاني بدن بأكو جرة روح معتكف كأه اعتكاف يدنيه سخاز كأه إنه أير دقاقم كره إن لبوغان كره إن حاسكي سوء قبسات قويسة أقو إيمان كره إن لشيكي ستوه دمرك اللو شيكي حتى في المسجد دي هكو سوء بوغدان شيكان مسلمين تكالي بيني إن الدين تي عبادات تاي واناكسان تاي وحاكو لو كجرة ولي وحيد علوه لازم كل ونسكو راعين إنك عالم كا أمد هريال كواه وإنو كفق هذا وحكا ستوه تهمكيني كرا هدي الدون تهوى بناناتو شيء اسكب بنان أو حلال أو واناكسان هدي ملاح لغو قاضي كرو إن تكفق تواجبه محايا إلي ملاح وحكينا يا علم قاضي إن لقى فايدة سنواي دعوة ذي لقى دنواي دين كاد لوك السنان واي فتوى ذي لقى عرر قضوها ذي لقى عرر ويقد دنبانا وذا دو دنب الله عايو اللي هذا وكواس سداوي وذا دو سمي ذا رقي هبل
لأن وداده حقبنا يسدل عي عنبار أن عامد قبنين وحوض يركا ولا بنبونين ما داموا عنك عالمك أوي هاي لحالك نين محمد أوي هايو نبي كان أمتلي دين كان أمسؤولوغي عامد وينو إلى لي شرفتيس مقعيس سمعديس وحوال بوتما كيني كرن وكفك هذا أنتو أعوذ كرن. وعن أبي الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله رسولك وحن كلاقى يبقى لي يوم حنين مالك حنين دقالك حنين سنة 6 هجرة بعد فتح مكة يعني كقى يبقى لي فلزمت أنا وأبو سفيان أنا يا أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب نيك الشاعر كقبياقة النبي قال آذ أولي بواقي آذ سوقبي جري واقي الدنبرة مركو إسلام اللوب آذ ياد لوقو بحصدني قيمة بضنبو نقضي فلزمت أنا عباسة عباس أودي أذو قيام بدن والنبي أذو شعل بها في جاهلية وإسلام ولقي معلق كما تقول هبينك بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية أسوق قالوا مشرك والنبي قال لفدي هو أنصاري نبي محمد وأول كايجي ولقي وحصا أفيري مجرى وقي بسوكري أديرك بقرب تان النفي ما لقوري ما أنت أنك وتشوجنا نبض بكوتشوجا هداد ما أنت قادان وضبلنك أوفين كرتان وحبك ما قبلنا هذه لكن بري مركي هوش عسلاته وقريش عرب سكوكين تكتو أولدن كوكو بتاعد عادي دونتان ويل كايغانا معلا عادي دونتان هدو نبطقى النو داية قابكو حتى أوها الله هوش وقت كي نبي إلام أغير كاد باشالكا قرسين مايا عربانا كا قاني يسوك بران كالبحني نبي الله وضي آدو قيمة بضان بها في الجاهلية والإسلام إن أذو نبي أذو تشعل الدفاع نبي واتشع على وكفاني ترين إن ديرو قروح سنبوها وعبد المطالب أبيه وأغنينك أغوئك أبيه وآبا ليدا دا مركا مالك خيبر انتي ور بينا لسوق بيه لنبي محمد واتشا بعيدن كيسي واتشا أصنا والله قبطي هذا نورك ورنا الله كياني فرحد وفرحي أدونك أشيغي بحري مرن بها نبي نقول إستها صفيانا قعن كل دقاي كفار قريش كداي يهود إيو ريقة طفان لما قدر رسول الله علينا ها حربة طيبوري ما لين كلوا اللي نبي قوات شبينا فريق بوكك عواي وهب سمو استاقوا وايبا رسول الله داتي النبي قادوا شعلبوا ها نبي قوات شعلا ما يشان لك العرية اللي شبه غير كيسا ونبي قرب تاقيني عبد العباس وبالتالي في عبد الروح فلي لا قبر ولا دورك مجرين قويس امتحانا بيعاين أي قريش التقانو لبيو طبان دمر اه ايو طبان رجو عبد الله كتجيب على الشيء هذا ودا دروا بكبر يرجع لبيو طبان كدي جنب لباتني افر تار روحه ولا يوحي كفر عمي نين حشوده كم تشرين يا قبر حشوطه حشوط كم تدفع فانتي هفلين نمادي ما كان لو فلين لو قرن هيبلو يروح حشوده ولا قوله فلازمت انا نبي لازم وقرب استاي يا ابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله بان لازمني فلم نفارق دغالك حوين ما ننك اقدقاقن ورسول الله على بغله نبي وحو صار مالك يدا بقل له واتي بيضاعة دلدل بقش الاورنجري بقش دلدل الاورنجري فلما التقى المسلمون والمشركون مسلمين تي قال ما كيسهلين ولا المسلمون مدبرين مسلمين تي بادبر كجيديا ايغو عرريا فطفق رسول الله رسولك الله وحو قال المشركين تمرك مشركين تمانك النبي اي مسلمين تسهلين كو عصب اهين رج هوري عربيد يا مسلمين تقال لهم نمان سيفي ورمكود تقال لهم يقولوا في فرضي آهي نمان كان ريها وازين ما نك الله يسأل نمان رماد أو جنطة أو جبرارتا أو عندها استوار دجا أو شيء شو ده هكوك على جنب آهي صحابي وفرض فرضي كعين هيو فرض ليبي عفوا قانسي ورن يلا أرد هيا مبي رصاص مين كرا كعديك خوب بيك كعديك وسدح جهه كذا صور دعدي حقه كذا صور دعدي حقنا وكذا كان بنكنا وكذا تبي من الله جاء وقالين أو فرق قل أي وقالين مركز الله شبابي وحنا مركز عرك بالله بي نمن قال هاي وإسك صور راعي وقريش أبنا وإسك صور راعي مسلمين تقولي بإسلامين إيو نمن كي طول قضاء هاي فتح مكة كو إسلامي إسلام كو عصبان باشوب إيمان كو ولي وسمع وسود دجن كواس بقها بالله بي أنت قال الله يقدر ما ذي ذا دير بنا بيكو سهر
ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان على بغلة أسارية له أؤات بيضاء عضو الدلدل الأورنجري. فلما التقى المسلمون والمشركون ما كي كلمين ولا المسلمين المدبرين يا يا ما دقها فقراس يا ما قر بطنك صح لك وما قر رواية أنا كجوين يا صحن. فلما عفوا وحوري فضفق رسول الله رسولك وحقوده قال يركض بغلته بقش سنو عربنا وعيرنا وحقك وعيرنا قبل الكفار حقا قال هذا ننك مسؤولك وحالا قربا ما كان مسلمين تبقضا إنو أساقو أهو ريو هقاميو أو أوتوس إيرانتي جيسيني ماذا أوتوسو. وأنا أنور عباس آخذ بلجان بغلة رسول الله رسولك لا يبقش سي حكمه ديبان هيايو أكف أن عني إرادة ألا تسرع أنا الدون يعني صندق دقينه يسجل أنا بقول الجن والمعدة أنا بقول تون تون سنين بعنا وعلن هيا. وأبو سفيان أصقونا محوق بطي أخذهم بالركاب رسول الله كوره النبي قو هيا يكبر الذي سيس النبي قو صنوقات عمباش أرديس اللي هو مل بقنا هيو عيدا كي بقنا يبقى صاو ضافية قال لي بسوي يا عزة بقاش ودي بود النبي قو كفنين كرا أصنع حو هيا كوره يكبر الذي بكون دقين هاي عباسنا لجانك حكيم أبو هيا. فقال رسول الله رسول الحويري أي عباس أي ذو حرف النداء يا عباس عباسو نادي أصحاب الصمرة ما لك ربحي نبي واكل أي قانا ضدك ضدك مسلمين تنبي الراعي مهاجرين أنصار بأق يا وديرنا أنصارنا قيس ريب بن الخزرج وريب بن الحارث اللي يدا هذو يا عربي كسمرتي ولا يقانا مركا ننسب بأنو دقالما يلا أركو وحالو رنجري مريب بن الحارث با رقب بيعة الرضوان قلينا عيقا أبطنا نبي مركو أجيرا هيا إنهم صبر عند الحرب بالليلة وأن من دقاقين وضلقاتا ما كي باشو كلاتو فلين هو يأترسة تابور جيسي من منا ويأترسة ما كي تقرسون إذا كبار في عانو أبين جيسي أو جيدنا برشيح أهراتو تناقو رحسن ونكو هين ما عدايك أقع الرواق الدنبه ديك العرور تانتيم اللي سود ولا مالين كست بلو ديك عرور هبل با يدل هبل با ماشي يزدق أبو إيه مدوالا بدكو جروري قادو يا مركب في عنتا وحلو بان يا يوي هذا مقتل اسكبح مقتل اسكبح يا ريتان دولار دين بال يويلان دالا دين من عبد الملك ما ماذا ندي متقن اني ادو ريتو مركو يري وين العليو طود لو هاي او بوبو وحج جبيو وقيل ملح كا فريستو او لود دحبودو من قش لايو واغا دمرت في عم نقونيا وأورت إسكيلية أو فرف وناقصن كتجا ويل كنا مركو يي وإن دال الله جهيو مدو الدخرو مدو ملح قبطو بكيرو تشبيو مدو عناه كوب دجو هدو والله بحسن قالوا إسكيل علو إسكيلين قالت تيريو نقونا يي قال الريحي هذا إزلان عقيش ودر ماي نادي يقول دوا أصحاب السمرة نمن كي قرعة يقول دوا سمرة وجيت كمان كنا بقول بعض وكقار جيت قرعة أوير أما قال واحد كتير هذا بقى وتنعس والنبي جهوس فدي وقرأ وكار سنة مركو صحابة أحد قال لقى لي جيت كذا اللوج هذا أصحاب الصمورة يقول رواق قال عباس وحوري قال وحوري راوي وكان رجلا سيئا قال عباس توا خطأ راوي وحصا أورنية وكان عباس وحوها رجلا سيئا من عطر به عطملا مركو ميل تاجا كذا وقع عباس سديت كيلومتر بعد روق سلقة مقر تجربة ليه؟ سديت ميل لو أبغى لبيو تمر كيلومتر هو سديت ميل كوال كيلومتر يبروه لبيو يلقى مقر تجربة قويها قاركو مركوف ولما كو ورمين وروح رواق وروح مكبرتن كذا جوجو كعبد ورواق تجربة مقاسها لح كيلومتر روق سلقة معرج روح رواق سلقة عباس نادو عبير بوها وإلهي أودسي. فقلت وحارب يا على صوتي روقي أسر عطكي قلنا روح أنكوري أين أصحاب الصمرة عرق وام حي أول منك جيت كأحد يبيع لك وقال فوالله الله أنكوا رأيت لك أن عطفتهم بول اسم تشيرك ذو حد مدة حين سمعوا مركي مغلين صوتي روقي عطفة البقري نافك الله ذا سوء أقول الله أبتع على أولاده يدي عرت العفو وحكوي رح كل الله مجرو هذا اللي جسدي باشن
الليلة حال وينته يا فربضين يقول غشة ثم إذا رج المه هذا مركو اللي بعقب طعام الشباب وكبوا عاد ونا وصوم بتش وحول بوتشيرة كي صوم بتشيروي ويدقال لبي الله ذكر الله عرتي هو يدو ويصوم بتشير جيس كي قل ملك ماشي أيضا ماشي القدري مرك قاركم المين هو بحسن وحكت ليرن هو نف لقه وإلمه سيلقى دواجي متشرو وكم بتلي أصحابي ومرك أصحاب ذي سيصوم صوم بتشير فوالله الله أنكرة إلا كأن عطفتهم اسم تشيرك صنقت كذا صنقتين حين استمعوا مرك إيمان سوتي ضوقيجا وحد مدى عطفة البقري لود سيسول الله ثم تشرت على أولاد وبت كذي مرك دبات اللو جيشته فقالوا واحدا لبيك لبيك كأجيبنا وكأجيبنا والصوم تشير رجي أصحاب الصمر غدور بقول أها مرك أصحاب الصمر جونوا مك اللي هذا كوني غدور بقول بيعين لكن رجع مالن كاس سعودي ما يسوق ما يسترين كل يوم موضع هيرك بكاره وملك كلا نبغي أدري فقتلوا واحد دجالمين والكفار إيه قال دي بعد دجالمين فود اللي إزجلي مرك هالك مرة يسوع صحابة المهاجرين وصلوا نقدين وده صحابة صمر الكجران أنصارنا وصلوا الله بطي هذانا وحال ربها برو عشرة هوس بيودك أنصار بس حرابينش مسلمين المهاجرين بوحيليهن ور أنصاري أنصار دم جهنم جروا كبرنا إيه والدعوة هبروا عشدنا في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار دعودي هبروا عشد الله ورهبلو ورهب مقعنتري يتقال الله وقال اسكاد عشاء أنصار بكسوة أورت المهاجرين وددير ببعسكاهي أنصار بعد دور كناهي يقولون وحيلا يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة بوقي يباقي أمر وشد ويقابطيو حيكو قابطي على بين حارث بن خز قويس كايدين شيقوا وياتي وقويس كأمير كواها سعد بن عبادة الصحابة البلن كذا كذا شيء هذا وعشان يقيل له حلوجون يلوجابي على الباب من الحارث ابن الخزرج فنظر رسول الله محلوجابي ذلك هو كذي ثنائين وأنا كبط ناين ما لقان ديره إشن عيب حق النضال يهنا أو لا يقان فنظر رسول الله سوكه وحوله على بغلتي أسوق بقشي سندل دل أهيد أيونا بيجي كل متطاول يسأ سو قران سنة عليه على الحرب عليه على البغل عفوا إلى قتالهم دجال كذو فيرنا يسأو دجالهم أنصار رب الحارث مهاجرين رجس والله بتوحي دجاجين يقالون بيجو فيرنا يا مركو أركيس إذا فود اللي سوق الشيء يباشوا هذا هنا بلعبة طيبة هذا النبي حول حل كان يحاول حين وقته حمي الوطيس أي حمي القتال وطيس هو حرب دجالك حكمتان يا فقرتان هكو دغا النبي لو مهر ان باليد الى بعرف زمانك كو سوتوري حين حمي الوطيس وحلق او كولاداي دغالكو دغالكو دو كولاداي وخي هوري عر اها وخسكا بقفلي بو اهي هدا ليس هياوي ريم حرم هدي سو لابطان انصار غرب جوقتو مهاجرنا غلانا قال و جب النبي كولي كو شيغايا ثم اخذ رسول الله رسول الله وحو قاداي حصيات قروح بو قاداي فرمى بهن وحكو الصيري وجوه الكفار قال هذا وجهه ذي بكو الصيري رواية مسلم ثم قبض قبضة أخرى من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوهان فقال شاهت الوجوه مر لبعض من نبي قاضي مركز وكو الصيري حلو وجهنا هذا كحار قال ذي بكو كذا شاهت الوجوه أي قبحة الوجوه أو حكاد عياته ثم قال وحونا وكو الصيري إن هزم واجب ورب محمد محمد ربي جيبان كل دارته وايد شابين فذهبت وحنظر ابو انظروا ان ايغو فاذا القتال على هيئتي فيما ارى ودقيق سيدنا عباس فذهبت وحنظر مركو النبي يقول ان هزم ورب الكعبه ورب محمد وايد شابين محمد ربي جيبان كل دارته يا وحنا نفتي سير بالفير هذا النبي وا كدارته غالده بل ايغ وحا كدعي فذهبت وحنظر انظر ان انفيريو فاذا القتال وانفريوي فإذا القتال دقال كباب على هيئة سيدو أكلاب أكلية وبالاسمر الأيهاي قال لنا ويسوع على الدكتين مسلمين دونا ولا دقاجين الأيهاي فيما أرى سيدا أنا إيش الأرى جيقا نبيك حقيقه أركا لكن عباس الكرات بو حقود فتي فوالله الله كل أرتين ما هو أرنك مبعين إلا أن رماهم نبيك أنه كقنا كشتايا بحصياتي قرور عيسي فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا وحي ما حلقوا نبع عيد الصيد وحي كدم به نمكوا ونسيت شبهايا ونسيت رديهايا ونسيت عرر ينبر فما زلت كمزون أرى إن أركهاي حدهم أودودي
عرعرتودي كليلا إنو سي ضعيفا أي ضعيفا وأمرهم دقال كودينا مدبر مد بجد أوية ونما بقاو ديار قروبي وقرنا هاتي عيدا ما قوتشابو والله إسلام هيا رواه مسلم الوطيس أتى النور وطيس أسل كيسو حاليا فورنا دبك على الليل هذا لقدو حلوجي ده دقال كبا كل ذي ومعناه وحاوي اشتدت الحرب دقال كبا أتكاذي وكل ذي وقولوا لحدهم هو بالحاء المملة أي بأسهم قتال كوذي حربه ذي إذن محلو شايدكم مركو حاوي سدا سادتكو لوكلا يقان تنوى محيوى منقبة من مناقب العباس وابن وابن أخيه أبي سفيان من الحارث بن عبد المطلب يا نبي شجاع زيكي سينمت كيس يا معجزة نبي كرامات معجز من معجزات عر الله سيدي نبيك كنت شابين أيوة ولي شابين نبي واحد شابين وأوكي والله سي شيخي إيو بلان كان لقى إن أوفيسو هذا الفرق أن نحن حقوق ويسدوا كاتب تود مرأة كفتو حال دون يا إن دب عفتو كعضو وحكى له كجر ماشى غرور كي اسم هذا أنتم خطرت إلى هاي ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ورد ما رحب ثم وليتم مدبرين يا جاي لصحاب ما انت دور بنضى الله يا بن عيدنك دور يطبن لبي يطبن كن طبن كن وعيدرا عيد ما انت ولا نكفود ان قال ملا جيبا قال يا جو يري بقولا او كير او دور بقولا بي دور كن فود غلين جيرين الى غير غاري جير وحاجه ما كاد ما انت ما لك هاتي وحل بو لي فيزار وحاله توسي مره اني سباشو اين ترى اي تاي تاي او ايمان يو الله تعالى صار شاء وحاكلوا كجرة روح إسلام كيسو إيو وحتر كمسلمين تو إنا يسو اسكو حرناي هذا أضو إسلامي بعض المسلمين بعض وحتر إيسا وضيقى أبو سفيان بن حرب عفو أبو سفيان بن حرب عبد الطالب وحو مسلم ياهي دور بلوت دور بلوت وذو حد مو أبو حو بل ممدنا با إلي قبيل فتح مكو بإسلامي مركه وش وحوي تيضة هذه معدن كذا يحكوا حرين هاي إيمانك مركه كقوله وقت الدير وما بارد هدي ربي هداية تفوق ردونا سحرة موسى في لحظة بيسكب بدلين دعاد إلى الكفر بياهين إسلام مركي بيحسب بدلين دعاد إلى الإسلام والتوحيد أو أي شيء دك استي نبغى الباء أو شيء دك هاي محافظة قلنية مركه تربية هي تصفية ضد مقاشو وهول الرب وما دين لقول رجوي من أنا هروس عن وركي إسكده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس دضوا إن الله طيب إله وناكسنيه دنوا الباء لا يقبل ما أقبله ما يل إلا طيب من عمل وناكسنه حلال هضم عمليه هذه صلاة هينا سنة يا شرع وافق سن وإن الله أمر المؤمن إلى وحفر المؤمنين تا بما أمر به المرسلين وحي أنبياء الله فري بالله فري أدوك الراعي الرميانة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا رسولي شيء وناكسني حلاشة وحكعنا عمل وناكسني عبادة سبحان الله إماذا وقال تعالى أنت أنا مسلمين تأتى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذه سيدة رسول الله يري أنت الرعي الرميسين سيدنا الله يري وحال يري من كلوا من طيبات ما رزقناكم وحان إذن سيني وإرزاقنا كيسا وناكسا عنا واستعمالا لأن رزقه من حيث الشرع والاستلاح حلال ونغضة حرام ونغضة وهو المخلوق اللقوع على الفول سيئو أي رزق اللي يده هذا سواء كان حراما أو حلالا على مدى بسلف الصالح على مدى على سنة ملك رزقه كان مدك حلاشا كعنا اللي يده ثم ذكر نبو حوشي الرجل نبو كشك يطيل ديراني السفر سعضالك سفر دير صومري أشعث بساس له أغبر رب رئيسا يمد يديه إلى السماء قعمه سعرك أتاق يا ربي يا ربنا له ويقول يا ربي يا رب ثم ذكر الرجل يا ربي يا ربي هدو أظنك كل علي صدح شير دعا والله أقبل أحاديث بكتمت أصالة ومطعم وحو عنوق حرام ومشرب وحو عبنا حرام حرام والملبس وحو حدنا حرام وغذي وحاب القس أبي القس كرشي بالحرام والقس تربيه فأنا يستجاب لذلك سير لغة لغة عجيبة إنك نوع عاسة إنك رواه مسلم إنك وحش قدر صدي دور السبب وهدي عذر كان أتكبد بعد الدعاء الله أقبله كوا مسافر دين تنو حين وشك تدك الدعاء الله أقبل مسافر ككوا كأ وحكوا كجرة أشعث أخبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام
رب أشعث أغبر وحاب محابضانين بوريسون أو بصاصن الباب أن لقى فرينين لو أقسم على الله لا أبره صدادة كام مقطة ديف تكام مقطة يا تشبيستك وقلت الله يا رفاد كاسي وحوك أنا أنت بدن إني الله كون حريسته وقلب لباد قلبك صدحات قعمه ولا تاجو يا رب الليل هذا إلهي أدون قعمه أتاجو وكحشوا ذا إن الله حي كريم يستحي من العبد أن يمد إليه أن يمد يديه إليه فيرده خائبا في الرواية فيرده صفر اليدين إلهي واحشود بدن ياي وأنا قب وحكحشوا ذا أدون قصي يا رب أنتو يلا هذا قعمي سومر إنه سوء عليه أدون قعمي بتاجو ومسافر صلاضي الرفاد بكم مغضة إن تاب وحمطة إن لغن حريستو لكن مع آفي حرام قوضة شو حرام تباد قوضة يوقوضة ووحيدي عروت بكو آفي أسألو قسو كري مركو وقرب نجاسة ويدو عديسو سعون ميسو ربط ما أنتو نقوا حسان إيا حرام إيا خيانو إيا غشي إيا قناعسة وحبا كترون بينا أو ارتفشال او انها لا اسقبانيو او خياني بين كو ديسن مركز حدوني سان وخل دين كا اقبل اسك الى لي هو شايدا نينك دوني دعاء لا اقبلو اغب كده لا هلو رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه صدح لا يكلمهم الله يوم القيامه صدح اله اخر الله ما الله هذا النحريسه ان بدن بين سومر حديث كون سومر ولا يزكيهم مطهر ذنب ودم ضافه ولا ينظر إليهم من أجو إلا حريصكم فيرشوا ولهم عذاب أليم عذاب كل واليهم ككوبادي شيخ وايل ويزان حقنا زني السنة يو دللا نما يوحى لو رجعي ووايل وايل وترد قال الرباية حق لما لبسن هيا ومن عابزن ومن عابزن وخرب الشيطان بررطي وملك بغر كذاب بين بدن بغر رمح بينك كلف ياسو تضن كلبين تضن بي بكل يهون ظروف بكو كلف يس مرك قارقودي أنا أحب كثيرين لكن نينك بقرك وحوا أودا وحوان يلي وحلا يلي مايو ولقوسين لقوسين مايو وحلاقة قادة كرنا متشر عيدا كيسا والله فراك أجلين بوضات سواش مركب بيم حاكو كلف في دون حمو وشيلي بحمي هيو بقر بين شيء يا دون أمك جينا ودون حما كترتا النبي صلى الله عليه وسلم ويا المركز زنا كذب وريجنا حمان دينات يق إيمان حمو قباوي يدون حمو وعائل أي فقير مستقبل إسلوي حقوق كبري ده يسوى بناني كان حقوق حولها يسوح اسمه ذو كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى هالنقطة لكن أذوه أذا بده ورسن هاي محاول مش كويسة رواه مسلم العائل الفقير صدح لا عور إذا يعني زنده سيدة يحقوحون تهي أوه بنت سيدة وحنت هاي وكبر كسي سوء الليتا لكن صدحنا كسي درين هاي لأن دروت ويكال درين هاي وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة سيحان سيحون نوال ليلة هذا وجيحان وبقل جيحون نوال ليلة هذا إذا والفرات وبقل فرات ليلة هذا إذا والنيل والنيل ليلة هذا كل أفر طبع من أنهار الجنة جنة وبياشي ذي كمديهين حديث كان معاها اللي يجيده إيو وبياشو سي جنة وغي مادين إيسا يغتر سيهين وحنقصه ففاهية كتاب الإيمان من صحيح مسلم مركا حديث كان الفرات والنيل من أنهار الجنة أو يخرج جامع الجنة أنه شرحيني رواه مسلم نيل يفرات واتقان المشي كيالان نيل يفرات حقا وحي كي مادان لكن تركيا كي مادان عراق بين مرنا واتقانان فرادة سوى تقنا وحكي ما ده حق تركيا وحنا الأحمر روك العراق بالأحمر إلى الشام إلى أبدا كدره وبيأد وين نيل أسوق صومها بورهن حبشي يقد الله ع حق السودان بمرة إلى مصر مرة أبدا عص وكدره سنوى تقنا وحينوها ري سيحان يجيحان يجيحون سيحون يجيحون أما سيحان يجيحون وبيأد وين يقد الله ع نيل ود حيسا meel u dhow Pakistan buu ka dilaa wuxuu dhaxmaraa saddex dal buu dhaxmaraa oo geed Afghanistan Uzbekistan iyo Tajikistan saddexda dal buu maraa meesho ka soo dilaa ila meesho ku shubo
وميلها كلا كقدره والله بكون يشم بقوله كل متر بوسعدة وبيأتوا دروي لو بكون يشم بقوله كل متر بوسعدة صدع هذا البانا ورحمه أفغانستان يو أوزبكستان طاجستان سيحون أسوق وكدر يا ككلا أسوقنا لو بقول لو بكون تضرب بقول بوسعدة ودير ياي دول كانوا رحمه قزاقستان يو كازاخستان يو أوزبكستان جمهوريات كسوق الروش كإسلامي يو رحمه أسوقنا لابدوا بقول الإسلام بيمران أفرت وبيبة أفرت وبيبة فراد ينيل له هذا يدون الملفق وقال بها كسود الله عينه انت بضوح إسماعيل أحمر ومسلمين قزاقستان إيو كازاخستان إيو أوزبكستان وأضل مسلمين أرلوك بخاري ترمذي كسوتشيدن وي أفغانستان هي أرلوك أبو داوود كسوتشيدن وي أروك المسلمين عبد الرحمن صمرة وقبطيبة هذا نقول الإسلام وي طاجستان وارو المسلمين أوزبكستان الترمذ وقود أشيبة ما قال الترمذ هذا برتما هذا لك كطالع أصلا وقود حبالا أفرت وبيبا نقول الإسلام بين مران لبعض جيحون يسيحون وحيكد الله عن الإسلام الإسلام بين كذا ماذا لبعض وحيسوا هاري فراد ينيل فراد الإسلام وقد الله عن الإسلام بين كذا ماذا مع كويمت نيل مبالغ كويستا نيلنا هذا بدو وقد الله هذا وكشف وقد الله أصل كل مسلم بقتل إنجري أيجا أنا له إنجري إلى أمك الإسلام باقي بكوياي قوس كدجانا بقولك كنتم واو مسلمين وحنا نمر كوارتها مسلمين تسول بالوجود دولين لبدا أفرتها وبيأقد ولا قد قاتين لايا أما شعيهات ما عضو أما بيدنها إزوا أذيع عبكا ولا قد قاتين لايا سي وبياشان جنة أغي ما دين كتاب الإمام من كفر فاير رواه مسلم صحيح مسلم الله في رأسه وعنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي نبي محمد يا قعنت إقابته هذانا هاي هي أبو هريرة فقال وحور خلق الله تربة يوم السبت أبو هريرة إلى وحور أبو ريعيد عرضا مالك السبت ذا وخلق فيها الجبال دول كانوا وحكو أبو ريبورها كده كبيي يوم الأحد مالك أحدا وخلق الشجرة وحدر أي النقار يجيد رب وحو أبو ري يوم الاثنين مالك اثنين تا وخلق المكروه وحيابها الأرض بسد عذر رضا يفيرس كأيو وحيابها نحنوها كعيانا يوم الثلاثاء أما الضقاق كريو حدي بوردان يهلا قرا يوم الثلاثاء مالا تلاذو أبو ري تلاذا صمالي ويكعب صدان قيلا مصن عيان ورقا مطابتان وحتى قرمذي كاقوين مهيان وحتى كقوذي مهيان ويكعر رهي يوم النحس بأي قنن وخلق المكروه يوم الثلاثاء مالك الثلاثاء إلى وحي لبا أبو ري يعني وحي حضراء أما بكتيريا أما خلق وحي حضراء وخلق النور افتين كي إليس كان ربحوا أبو ري يوم الأربعاء يوم الأربعاء مالك أربعاء ذا وبث فيها وحكفر لي وكسي دا يلولك الدواب وحد تكبه حيوان النولاء أنا يوم الخميس مالك خميس تا وخلق آدم آدم نوحو أبو ري بعد العصر يوم الجمعة حديث كلام رواية حديث كلام عميدة واستوى على العرش يوم الجمعة سبت مركو إلهي هوش بالله وأحد هوش أبو ري وسأل لما مالك الجمعة هين استوى على العرش عصر كيدنا بهم بالله أبو ري الدونة وخلق آدم بعد العصر عصر قداشيب آدم إلهي أبو ري من يوم الجمعة ومالك إلهي سبحانه وتعالى عرش أسر النقضي في آخر الخلق أي في آخر المخلوقات ممكن لا أبو ري قدم بيب من كل حجري أبونا آدم في آخر ساعة من النهار حل قدم بعصر جمعات من النبي إيه يا نبي الله أبو ري فيما بين العصر إلى الليل عصر إلى قبل كذا عاي أنتوا دحيسي سعد قدم بيسيبان إلهي أبهن آدم أبو ري رواه مسلم إذا تفصيل كاس تفصيل آدي آد وأقيم بدنوي إلهي أمر كي مركة حلي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كأبور كودي الدنيا شر حد يدورن أودمي عرشي أسر النقضي وإلهي عشر أكر النقضي أيا إلهي عيدنا وقدمي ثم استوى إلى العرش في يوم الجمعة حين نقطي يوم عيد عيد الأسبوع بين نقطي عيد الأسبوع بين نقطي يهود مرك عقيدة يوحي قبان
إن أبورك مخلوقات كان لبلابي يوم الأحد أحد بقى لبلابي اثنين ثلاثة أربعة خميس جمع مغوي لحدها لحداس أيو إلهي أبورك كل ما يمالك سبت ورب الدالة والناس طيبة دهن أيو مرك عيد وحكو آديستين سبت ذاك دكتين مفهومك وعقيد وفاسد ومعي خلق التربة يوحي وحال بالله يوم الأحد وحال دمي خميس عفوا حال دمي جمعة سبتنا إلهي أنتو داليب ونستيد هذه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إلهنا ومسنا من لغوب سبحانه وتعالى كفر قوضك اللي انت قد يسو فكرة اليهود مداس وي فكرة اليهود ومداس محاكو يمد نصارنا فكرته ماشي اللي وحي وحال بالله بي أحب بعيدا كون أقول سنين بعدين سنين بعدين كدي منو حي عيد كدي كتان أحد قضية دمر كان نصارى سنين لا بالله بي سمالي قاركود بأمين سن صادرت الجريها وحيد سانو جبرد أقل جيان هه يوم الاثنين أنتوا الدين تتقانا سنة محمد يا عائشة يكبك سلام قوين فكرة النصارى يا يسوع جوريان إسكا إلالية يوم الجمعة ومالك إلهي سبحانه وتعالى عرشه وأسر النقضي مخلوقات كان لدم في آخر الساعة حديث كان وإذا ده وحي لأنه حكور ما يظهر كيسو سن كتاب القرآن كا إلا حديث كحوت المام يا إن تضم الموت هوشان لو ذي سبت إلى جمع وتضم قرآن كنا في ستة أيام بوشيغي أفر ما الموضوع الدون كأ إيا الله ما الموضوع عركي هوليه ساء لحدة أسا قرآن كوشيغي حديث كان وحوث المام يتضبو حديث كان وحكور من يظاهر ككتابك إيا حديث تكالي إذا وادا إسكال الله تشيب بخاري كمدي هاي علم الديني كمدي هاي حديث كنا سيدو مسلم الشيغي نسائنا الدورتي ابن حبان يحاكمنا يكون راعين أيا صحة حديث كوا صحيح لا علة له حديث كان وحكاها الله تفصيل خاص ودونك قصية عربة كما هاللنبا قرآن كهوشو كها الله أحدك للشيئين وأبورك قود سماوات كإيو من العرش إلى الفرش من العرش إلى الثرى كساب سنة عرئي ودولو وضا السعودة هو ما بينهما لحنا بان البضا هاي لكن فرشحا كي هولها خاص كدولك قصية سمين تيسو تدوى بريبي آيين انت أصول حديث كها الله هذه اللي قلها ذو إما سب مع الموت بعد قصة ما يسي استيت كان وحده تصالح نقول جدنا استيت كان لباس أنا كوك جب جبي لباس أنا وحلاقة يا با هل قروء وكم إذا هوشيس من أي أي قاتل لباس أنا يا برد سجوني أه دول كيف قال الحديث كان دول كليو قال الله يا وتفصيل خاص أو دول كخصية ما أبوك جود بلكو وحوك قد قال أي أبور كزي هوليس اللحد البريء إلهي وشجب كجرا أفرت ما البض بكجرا لكن أصدق إن فرشح كزي ويحب وحن لها لقو عمره تدوي بربا لقو قرشي أصدق ويكلا دوان تهوشو هول مخلوق ورد خصيصي إيو هول بلك بس أي عيد خصيصي كلايين صادرت الوان المعلمي كتاب سأل أنوار الكاشفة بحث دير بكل هاي وحديثك وقع عضين صحيحي هاي وحعلنا أصلا الله ورنتي وذلك عبد القادر السندي الأورنجري رسالة قرى خاصة حديث كلا هذا إزالة الشبهة عن حديث التربة أصنوها مطبوعة أخرية مركة حديثك وسوغان ياهي مركة تفصيل كقوندون لها أبو عواني النسائي مسلم رقاس حديثك حوجي وانا رمتد عن أبي سليمان خالد موليد رضي الله تعالى عنه قال قل يا وحكشي وحيليهن فكرة داني وفكرة دي هوديد أبو هرين حديثك حكا قاتلين كعب الأحبار فكرة اليهود يحدك إسخلاف سيهم بل وبابين يحدك وحي يتقبطي رواية على عدبان يمدون مرفوعي يا أبو النبي محمد باق عنطي يقبطي إينا الشيء أولي حديث كان كمبيدا أولي بالرواية كلي إلهي سبحانه وتعالى عريض الوحوك أبو ري لحمى الموت ثم خلق التربة يوم السبت هو كلا تفسير يبا هوش قودي هوش قاران بك لقاضي جب جب حديثك على أملها أنت سنوجدنا وعن أبي سليمان خال موليد رضي الله تعالى قال وحول السحاب الأس لقد انقطعت في يدي قعنت إذا وحقوش شبو كجوج أي يوم مؤتة دجالك مؤتمال كذي تسعة
أسياف سجار سيفوت بقول كن وعيدنا يسلايجو وحيره كن أه أما صدحكم بقى سجال سيفوت بنسان وجود دجال لما يبي ريق من بورسيفي كاشان كهوجي سيف كلاس كجحد كله فم قال مدحي رم هذا سجال سيفوت فما بقي كمهرين في يدي قعنت إذا إلا صحيفة يمانية سيف يمن كسوجي ده يمان كات كيستيبور سيفا يمن لقى كيان ويكات كيان إلى أمك برت يمين تطمان برا ويكات والدولة عريقة وينمك دور كنا صنيع الدولة دي هذا لا بابع شيء إلا صحيفة سيف موين يمانية يمن كسوجي ده رواه البخاري حيد اللي عيدا كرانو هو جامن أيه المسلمين تو بتبادن أيه النبي قنوا أصوب من بركيس صار أولي السيف والمسيف الله يبقى مسلمين تبتبادي أيه لابد برب مسلمي هاي سمع الله سبحانه بين خيبرة وفتح مكة إسلامي خان موليد دقالك متنا وحود عاي قبل فتح مكة وحود عاي لابد برد كليه مسلمي هاي حلقة ودقالك أنت لا إجلا أيه قال أنت لا وفود جين له سقال سيفوت أي دمان أي يار إيمانك ودي له قلب هذا قال له ويقين هذا شو وما بهنيت وقت بطن إلى يبقى توفيق إسكاله صد سنة تربية تسوي لدن قوة 40 واحد كسر سعوتنا مجرم ما لا سعوتنا مقرني وعن عمن عاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم هذو نك حاكمك أو حكمه وفعلك ولا إطلاق لوجد إرادة إما من صمري وإطلاق الفعل ما من باب إطلاق الفعل وإرادتي عفوا وحال لوجد إرادتي وحال إطلاق فعلك ساسا ربا إذا حكم الحاكم إذا أراد الحكم وبالك ربا حاكمك هذو دون إنه وحكم فاجتاد ويدلاله ثم أصاب حقه وكهب سدو فلو أجل بأجر بولي هاي هاي إلي إصابة دمية إصابة دو حق أصيبي ومد وكالم الحق ما قد أصيبته مسلم كلها بده كالمينيس مظلوم كبده وقرقاريس وإعانة غير على الحق أجر بكه لي دلالك هو بحيئ مسلا هو باري وقت هو بحيئ أجر بكه لي أما وافجنت الله إسكالي هذا شغلكم لي فلو أجره وإذا حكمها ضو دورين وحكم ردو واجتهد أود ذلك حق أوباره فأقضاء سيغو أوقفه له لوايو فله أجر واحد هل أجر بولي وامحي وأجر الاجتهاد دذلك دذالي حق أورادي وحق أوسن دذال لحارين بلغ أجر سينية أما قفكي أوقفي ومرفوع لو ما يستو أجر اللوغو قوري ماهي متفق عليه الإمام النووي أنا سكعدي وان كتقها ياي وحسوك مركو مالكن مرة يحسوك إجماع المسلمين ما إجماع العلماء ما إجماع المسلمين مسلمين تو حيسكون راعين داري يا ضبو إذا يلكو حكى ولا السعودان حديث كاني وحالو شرديا أو لوجدا ننصد حلقة هلاي آخرية شرح إذا مسلم علماء النصاص يا قبان شافعي بأم كسوقري إجماعة ابن منذر بسوقري في الأوسط خضاي بسوقري في معالم السنن خلاف مالها مثل هذا يدا كو نينك حكومة قادقة وحا شرطة أهلية إن لغا هيلو شروط المجتهد دين تاقون أولا وإنو يا كتاب ربك يسونا دا يقان قياس كجلقة قرن آثار الصحابة يقان ما اختلف فيه الناس وما أجمعوا عليه إنو قرن عالم إصنعي وإنو يا إنا أضو سكراء ونصفيني ولكوب بحين آتر وحبان اجتهادها يا ممنوع ما يصير وحبان قادة يسن ماي معذور متهد نار بتفوق ليس كو أهليته أهلية الحاكم وإن الأهل أطهاي مسألة ذا أيضا شرط قال لباد شيء قال الحكومة يسين ماشى بار يسيت كي اجتهاد يسوا حلوق المجتهد فيه وإنه يهاي مسألة اجتهاد يا أن دليل عطله وإنه وإن الأهل أطهاي ولا قون تدليل هاي ماشون أي أقبشو مسألة نايت مسألة لو اجتهادي كره دليل عطان اللهين كتاب ربي وصن ففاهن سنضع ايسان قادة دقين اجمع وصفه قنت من مسألة نذرية اجتهادية وإن ايطا شردك صدحات وإن الددال بحصه أقوم بان الله مثلا ايكي انا واسا ايسا وطمال بارني سنضع بارن ما
مسألة على الضبقشو أنت اتبرت هذا كتبت الركتو عقل قادم أتوجسو لبعيسو فكر كذا فهم كذا الدين تكلم يسوتو إن راح يستبرد دكتور وقت بعيسو الرباب البحث والاجتهاد المجتهد فيه يمجتهد أهل وآه صدح هذا الرقم إليه صدح لها متك مدها دين لوايا معذور متد بإجمع المسلمين هذا يقول قال لما تاني النار بدكو قليسا وكو قالوا بيس أي قال لما هو شاكينتو هذا يدن بكينتان يدن بكينتان يدن بكينتان عندما تحدث سوقات ومتأول ويجتهاد هذا كلهم ما لان اجتهاد أقبلين ويكعاقنتاي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى قنرض يكارك من فيح جهنم جهنم هم رهدوا كيما داي فأبردوها بالماء بيئسك وقبوتشية متفق عليه بيئسك وقبوتشية فأبردوها بالماء الحمى قنرض يكارك بضن من فيح جهنم جهنم نفسك وكأنك صوم الرأي جهنمك إسعن طيبة إلهي بيبارضي حتى الله هو إسباب بإيه سيده إلى وحوف الصحي إن حلق قبابنا يمر نفسته وبرف لورد ما ضواركتين برف لورد ما ضا حلق قرحيت كان أي مر نفسته كويل بلورد ما ضا حلق قرحيت كي قرحت كلوش هاي قن روين كي فيروس كي ما دا بكتيريا كك عضا كويل كاسي وحلق داوية بيها قبو حلق قبابها ما حلق خاص كوي هاي حنون كي ما دا كويل كا حلق كويلها قن روين كي ما دا بيها الوقبو جيا فأبردها بالماء نحن وحيدين حجاز يو مالها كل بيقولوا كطاي ماي حلو كويل يقولوا كطاي قندوين كبضن كود بيها قبو داوي حديث كان تيفا من قالوا هذا هذا السكرة دكتور هاي ربع مرة قال بدأ تقي بيعب كله وربانو ماي بيعب وبالبا وياه قندى إيه كذي هذا كوتالا لتر بيعب سعه بيهم مركب وادا ومالك استي قالان رميق حتى ويا قانان مركي ميل قليل للدجان وبكان عض عنتو أرورتي بيج قليا وبيجي تيم بناين قربوين جي قلايا قبر ما يس ها مريض كان عض نقام ما يكولي مريض ما حقدش صن يا قن راك على تصوما حديث كنا بيكوشة سيدي سوي عذرا يرو حاجرة بيه قبو مرك قاي خطر كوي واسيدا ما لبكو كلا هدي ما لبكو حونها بدن كواد ويا كو كو أيضا ويجرا قاعدة مركوا قاعدة أغلبية حب سودة الله أماني حاولنا إذا أشيره حاولنا إسكت أم إذا أضع عرضك على القبطة كواسة دبك كيني هدي لكن هوش بيئي حب سودة كريه الله بحنا كريه أضقبت واتقع في مادي لكن أبا روش مهروك وقور رئيسي يدبيه إيدي دونتاي حب سودة إسكي لاتي متفق مع الله سبحانه